والجمهور النادي الاهلي دايما عارف ان احنا لازم نقف في ظهر سواء مجلس الاداره او سواء المدير الفني والجهاز الفني وايضا اللعيبه، لما بيكون موجود او لما بيكون مطلوب مننا ان احنا ندعم بندعم. فعشان كده انا مبسوط جدا بالتفاعل اللي حصل النهارده من قبل جمهور النادي الاهلي، والهاشتاج اللي تم التداول ما بين الجمهور بينهم وبين بعض، طبعا يعني حاجه مشرفه جدا. الهاشتاج مكتوب فيها جمهور الاهلي يساند فايلر، ده كان بيتصدر تويتر. فانا مبسوط جدا من رد فعل جمهور النادي الاهلي على تعيين المدير الفني، وعلى انه كله ثقه بالمجلس الاداره ولجنه التخطيط ولجنه التعاقدات، سواء امير توفيق او الباشمهندس خالد مرتجي اللي خلصوا التعاقد مع المدير الفني، وبالتالي كلنا عندنا ثقه ويقين ان الراجل يكون عنده كل الدعم علشان ينجح مع النادي الاهلي. يعني اكيد طبعا ما دام خلاص وقع الاختيار على المدير الفني ريني فايلر يبقى كلنا ساندين داعمين، وده عرف في النادي الاهلي وعرف عند الجماهير، وكل الجماهير عارفه المعلومه دي، ان اول لما بيتم الاختيار خلاص الموضوع خلص، لازم نساند ولازم ندعم، مفيش حل تاني غير كده. وبالتالي انا مبسوط ان الهاشتاج النهارده كانت موجوده ومتصدره على تويتر على مساندة جمهور النادي الأهلي لريني فايلر المدير الفني.